تالت حاجة ويمكن هي من الأهم، كربياء. كربياء فضلت كوصمة في جبين الأمويين حتى نهاية دويتهم. ما حدث في كربياء وقتل الإمام الحسين، مهما الأمويين حاولوا إن هم يتبرؤوا منه، كان أحد أهم أسباب سقوط دويتهم. رابع حاجة ويمكن تستغربوها هو عمر بن عبد العزيز. ازاي الراجل ده، الراجل اللي هو من افضل خلفاء يمكن في التاريخ الاسلامي، احد اسباب سقوط الدوله الامويه؟ صح، لان الدوله الامويه اسست، او يعني اسست في العصر الاموي الثاني على يد عبد الملك بن مروان والحجاج اللي اخذوا الناس بالشده. فالدوله كانت ماخوذه بالشده. لما جاء عهد عمر بن عبد العزيز والناس رأت عدل وخير، لما مات عمر بن عبد العزيز الناس بعدها بدأت إنها تقارن. لما رجعت عهد قريب من عهد الحجاج وعبد الملك بن مروان ما إلى ذلك، بدأت إنها تقارن بعهد عمر بن عبد العزيز، فجعلهم الأمر ده مهيئين إن هم يتقبلوا فكرة الثورة العباسية على الأموي. دي كانت جزء من سلبيات الدولة الأموية. طبعا لا يمكن أن نغفل الحجاج وما صنعه، ولكن ده محتاج له سلسلة لوحده. أتمنى إنها تكون عجبتكم وفادتكم، وكمان أسمع تعليقاتكم. وسلام.